حاضتها في الدماغ أيضا. على غرار التجربة السابقة عليك تقييم حدة الألم على الشريط الظاهر. يظهر المرهم الوهمي مفعوله مجددا، فالمريض يقول إن آلامه قلت، وهذا ما يظهر في الدماغ أيضا. عندما يقول المشاركون في التجربة إنهم يشعرون بآلام أقل، فإننا نسجل أيضا إشارات ألم نشطة قليلة في منطقة الألم في الدماغ، وهذا اكتشاف مهم يفند مقولة أن أدوية الغفل لها مفعول وهمي. بيد أن الأدوية الوهمية قد يكون لها نتائج عكسية، وفي هذا الإطار اعتمدت طبيبة الأعصاب في التجارب اللاحقة على أدوية تحتوي على نسب عالية من مادة الأفيون لتخفيف الآلام الناجمة عن لوحة التسخين. في البداية تخبر الطبيبة المريض بأنه سيحصل على أدوية مسكنة، الأفيون فعال جدا وهذا أمر بديهي. وللمقارنة فإن الخط من جهة اليسار يظهر كيف أن المشاركين يشعرون بألم حاد من دون تناول مسكنات، في حين لا يشعر الآخرون بالألم لأنهم تناولوا أدوية تحتوي على أفيون. والآن إلى تجربة التأثيرات العكسية. مكونات المسكن تتسرب إلى عروق المشارك، علما بأنه قيل له بأنه سيأخذ دواء وهميا فقط، والآن يشعر بآلام أقوى كما يظهر الشريط على اليمين. عندما لا يعلم المشاركون بأن الدواء يحتوي على الأفيون فإن مفعوله يكون منعدما. وفي تجربة أخرى تخبر الطبيبة بأنها ستسبب آلاما أقوى عبر لوحة التسخين، وعندها شعر المشارك بذلك. وفي حقيقة الأمر فقد كانت تحفيزات الألم المستعملة من نفس الدرجة، كما أن كمية المسكنات التي قدمت للمشاركين متساوية في جميع التجارب، لكن في الوقت الذي كان فيه المشاركون ينتظرون مزيدا من الآلام شعروا بها بدرجة أقوى، ولم يعد للمخدر أي مفعول. وقامت طبيبة الأعصاب بفحص النتائج العكسية أيضا، ووجدت بالفعل مؤشرات لذلك في الدماغ. المخ في الصورة على اليسار لم يحصل على مسكن عكس المخ في الصورة على اليمين، لكنهما يعملان. ورغم أن المخ في اليمين حصل على مسكن، إلا أن الدواء ليس له مفعول لأن صاحب هذا المخ لم يعرف أنه تناول مسكنا. نعلم اليوم أن الأعراض الجانبية غير المرغوب فيها للأدوية تعود للمريض ولما ينتظره من الدواء، وليس لذلك بالضرورة علاقة مع مكونات الدواء، وهذا ما يفسر حدوث أعراض جانبية لدى بعض المرضى رغم تناولهم لجرعات بسيطة جدا منها. الاعتقاد وحده يمكن أن يزيد من الألم أو يخفف منه، كما أن له تأثيرا كبيرا على مدى فاعلية الدواء. وبغض النظر عن الأساليب المتبعة في العلاج، فالتأثير الوهمي يلعب دائما دورا مهما، فأحيانا في علاجات الطب البديل والعلاجات الطبيعية يكون التأثير الوهمي أساس العلاج، فهل ينطبق هذا على العلاج بالإبر الصينية؟ الوخز بالإبر عوضا عن حقنها إنها طريقة كثر الطلب عليها، بيد أنها مليئة بالألغاز. نعلم أنها فعالة لكننا لا نعلم لماذا. ووفق المدرسة الصينية تجري طاقة تشي التي تمدنا بالحياة في عروقنا، وإذا حدث ووقع انسداد فإننا نقع فريسة للمرض. يحاول الباحثون منذ سنوات فهم وتفسير نجاعة طريقة العلاج هذه الضاربة في القدم بطرق علمية حديثة. وبعد تجارب عدة اقتنع الدكتور اندرياس ميشالزن للطب الطبيعي بمفعول الوخز بالإبر. إنها طريقة فعالة، وهذا ما أثبتته الدراسات بوضوح، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأمراض المصاحبة للآلم، وهي تساعد في بعض الحالات بشكل أفضل من الطرق التقليدية في طب العظام. ونحن نعلم أن لذلك أيضا تأثير الغفل، أي أن الدراسات أوضحت أن وخز الجلد بالإبر وحده له تأثير علاجي. وبينت أغلب الدراسات أنه من غير الضروري أن تزرع الإبر في النقاط التقليدية، كما تنص على ذلك الطريقة الصينية. وبات معلوما أن عملية الوخز بالإبر فعالة، ومن إيجابياتها أيضا أنها لا تسبب أعراضا جانبية.
دونغ تشين ليو المتخصصة في العلاج الطبيعي تخفف عن المرضى معاناتهم اليومية. الوخز بالإبر يساعد على معالجة بعض الأمراض كآلام الرأس والصداع النصفي ونزلة البرد والضغط المرتفع. ولمضاعفة مفعول الوخز بالإبر يتم حسب الطريقة التقليدية حرق نبتة الميريميا على الإبرة، ما يجعل الحرارة تهيج نقاط الطاقة بشكل أكبر. ويعد وخز الإبر في الأذن أحد أنواع هذا العلاج الطبيعي، ويتم اللجوء إليه سواء لمعالجة تشنج عضلات الرقبة أو للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، كما أنه يساعد على مقاومة أعراض الحساسية والمشاكل النفسية واضطرابات الأكل والنقص في التركيز. ومن المرجح أن كل هذا مرتبط بالأساس بتأثير الغفل، فالعديد من المرضى لا يأبه بطريقة العلاج بقدر ما يتطلع إلى مساعدته بأي شكل على مواجهة المرض. في عصرنا هذا أصبحت حركة الإنسان قليلة، حيث العمل لساعات طويلة في المكتب والجلوس خلف الكمبيوتر أو أمام التلفاز، وغالبا ما نجلس بأوضاع غير صحية. قلة الحركة أو الحركة الخاطئة هما العدو الأول للظهر، وللتخلص من الألام الناتجة عن ذلك يجب ممارسة تمارين خاصة لتقوية عضلات الظهر، وكذلك يمكن اللجوء إلى العلاج الطبيعي وتجنب العمليات الجراحية. عانت كلاوديا لسنوات من آلام حادة في الظهر وساءت حالتها فأجرت عملية جراحية. أنا إنسان نشيطة وفي بداية الأربعين من عمري، وفكرت ماذا سأفعل في بداية الخمسين أو الستين، ربما لن أقوى على الحركة. قبل 10 سنوات عانت المساعدة في الطب الوقائي كلاوديا من آلام أسفل العمود الفقري، وأصبحت بالكاد تقدر على العمل بسبب آلام الظهر، وتلجأ إلى الحقن والأقراص للتمكن من مواصلة عملها اليومي. إنها مرحلة من حياتي لا أتمنى أن أعيشها مجددا، لم أستطع القيام بمجموعة من الأشياء وكنت سجينة البيت. أيضا رولف إسلباخ البالغ من العمر 75 عاما يعاني من آلام حادة في الظهر. في الواقع جسمه مدرب بشكل جيد من خلال رياضة التجديف التي يمارسها أكثر من مرة أسبوعيا. عندما نخرج القوارب من الماء يجب أن نحملها لوقت طويل وظهورنا منحنية، ومن المفارقات أنه كلما كبرنا في السن أصبح وزن القوارب ثقيلا. في الماضي سقط رولف من السلم وتعرض لكسر في فقرة العمود الفقري أسفل الظهر، ومنذ ذلك الوقت عضلاته متوترة باستمرار. الأمر يتعلق في الغالب بألم خفيف وخفي يرافق المرء، وربما تزداد حدته قليلا بسبب التجديف. الحركة بدل الحقن. كلاوديا تقوم بتمارين إعادة التأهيل الطبي وتريد تقوية ظهرها، لكن حصل ما لم يكن منتظرا. عندما قمت في الصباح لم أستطع فعل ذلك إلا حبوا. لا تزال تتناول المسكنات في بيتها. زارها طبيب الأعصاب واكتشف عندها تنكس الأقراص الفقرية، ونصحها بإجراء عملية جراحية لدعم عمودها الفقري، لكنها بقيت لأيام حائرة لا تعرف ماذا تفعل. العملية الجراحية هي الحل الأخير. اتصلت بها هيئة التأمين الصحي وأخبرتها ببرنامج مكثف خاص بمرضى آلام الظهر المزمنة يعتمد على العلاج الطبيعي عوض العملية الجراحية. تريد كلاوديا استغلال الفرصة، لذا يلزمها الخضوع لفحوصات عند معالج آلام مختص. الآن سأرفع ساقك الأيسر ببطء. يختبر قدرة ظهرها على الحركة ليعرف إن كانت تشعر بتوتر في الساقين. الآن سأرفع ساقك الأيمن ببطء. رجاء اخبريني فورا عندما تشعرين بالألم. تلعب عضلات الظهر السفلى دورا لديها، فظهور الألام يسبب توترا في تنسيق حركة تلك العضلات. هذا يعني أن العضلات السفلى متصلبة بشكل كبير،
وبسبب تورم العمود الفقري تنبعث وباستمرار آلام من الأعصاب، مما يجعل تشنج العضلات يستمر. إنها حلقة مفرغة. طبيبة رولف تفحص العضلات أسفل الظهر لترى إن كان هناك عائق ما، لكن ليس ذلك هو المشكل. Muskulatur ist jetzt ziemlich verspannt. Das tut sicher weh, wenn ich hier drauf drücke. Muskeln der Rückenwirbelsäule müssen. العضلات في العمود الفقري يجب أن تعمل باستمرار بمشقة، وعندما تحصل آلام تتشنج هذه العضلات ولا تكون لينة، وبالتالي لا تؤدي وظيفتها مثل العضلات السليمة. بالنسبة لكلاوديا تم اتخاذ القرار، والخبر الإيجابي هو. الأمر جيد الآن. الفحوصات أكدت عدم وجود نقص في القوة الجسدية، وباستثناء توتر بسيط في الجهة اليمنى للساق لا توجد توترات على مستوى الساقين، وليست هناك مؤشرات لضرورة إجراء عملية جراحية، وهذا يعني أننا يمكن أن نعالجها بشكل عادي. تنفست كلاوديا الصعداء وبدأت برنامج العلاج الطبيعي المكثف لمدة 4 أسابيع لساعات عديدة يوميا. لا أصدق أن المرأة يستطيع استرجاع حركته فقط بفضل قوة العضلات. ونجحت في ذلك بالفعل. أبعدي ساقيك عن بعضهما قليلا. تعودت كلاوديا لسنوات على الحركة والجلوس وفق وضعية معينة لظهرها، والآن يجب تغيير هذا. يجب إعادة تنشيط العضلات، وهذا لا يمكن فعله إذا ما منع الشخص من أداء حركات معينة. وعندما لا يمكن تحريكه سوى الجهة اليمنى من الجسم، فإن هذا سيؤدي يوما ما إلى انعدام التوازن. إنها تتمرن الآن في البيت أيضا. برنامج العلاج ساعدها ولا تحتاج للأقراص المسكنة، وأصبحت العملية الجراحية مستبعدة تماما. لم أكن أتصور أني سأعيش من جديد بدون آلام وأستمتع بحياتي من جديد. إنها وضعية لا يعرف الإنسان قيمتها إلا إذا شفي منها. أما رولف فتريد طبيبته تخليصه من الآلام بواسطة أشرطة تلصق على الظهر وتدلك العضلات وتنشطها لعدة أيام. إنه شعور غريب في الأشهر الأولى بسبب تلك اللاصقات التي وضعت على العضلات، لكن ذلك مريح الآن. عاد رولف لممارسة التجديف لأول مرة بعد وضعه الأشرطة، وينتظر إذا ما كانت العضلات ستتحسن والآلام ستقل. لم أفعل ذلك من قبل، وأفترض أن يكون له مفعول إيجابي علي. السيلوليت أو ترهل النسيج الضام سيكون موضوع إحدى حلقاتنا القادمة، فإن كانت لديكم أسئلة اكتبوا لنا، فتواصلكم معنا يسعدنا. الصدأ وبعض المواد الصابغة التي تظهر على المعادن تزال غالبا برش حبيبات رملية بضغط عال، وكذلك البشرة، طبعا ليس بالمادة التي يحف بها الصدأ وإنما بنفس المبدأ. فالتجاعيد والبثور يمكن التخلص منها بإزالة طبقة من الجلد. إليكم المعلومات التالية. قررت إيريس كاريرو في الصيف أن يكون لها مظهر مشابه لعارضات الأزياء ذوات البشرة الناعمة، إذ تكافح ضد تقدم عمر بشرتها. من المهم لي أن تكون بشرتي جيدة، فهذا أول ما ينظر إليه الناس. بناء على ذلك أريد أن تظهر بشرتي بشكل جيد. لهذا السبب تذهب إيريس الآن بانتظام إلى صالون التجميل لتعتني ببشرتها. إنه على ما يبدو سلاح عجيب ضد التجاعيد وترهل البشرة، ويتعلق الأمر بجهاز تنعيم البشرة وشدها بواسطة بلورات خفيفة.
يتم وضع ملح خفيف على الوجه، وهذا من شأنه صقل البشرة وجعلها متصلة. تنظف عاملة صالون التجميل بشرة إيريس ثم تغطي العينين لحمايتهما. عملية شد البشرة الصحيحة تبعد فقط الطبقات الميتة المتقرنة، ومقارنة مع الطريقة التقليدية فشد البشرة في البيت بواسطة الآلة أكثر فاعلية. توضع الكريستالات على البشرة وهي تساعد على تفريغ التقرنات بواسطة آلة الشفط. إنه شعور مريح، الأمر يشبه مكنسة كهربائية على البشرة. أطباء الجلد يستعملون أيضا جهاز تنعيم البشرة ضد ندوب حب الشباب وبقع البشرة وباقي البقع الجلدية، والآثار الجانبية للجهاز نادرة. البشرة سريعة التأثر تتحمل هذا الجهاز أيضا، لكن هناك أمراض لا أنصح أصحابها بهذا العلاج كمرض سرطان الجلد والصنت والأمراض المعدية. بعد تنظيف البشرة يتم دهنها لترطيبها. وهنا مقارنة مباشرة، على الصورة اليسرى إيريس قبل العلاج واليمنى بعد العلاج. يجب ألا تنتظر حدوث معجزة. لا يمكن إعادة البشرة إلى ما كانت عليه قبل 10 أو 20 سنة حتى مع استعمال جهاز تنعيم البشرة. ستواصل إيريس كاريرو رعاية بشرتها بجهاز التنعيم، وتتمنى بذلك الحد من شيخوخة بشرتها. مفصل الكاحل يربط القدم بالساق، وهو عادة قوي ومقاوم، لكنه قد يضعف أحيانا مثلا عند الإصابة بالتآكل أو الكسر. ويسعى الباحثون منذ فترة طويلة لاستبداله بمفصل اصطناعي، طبعا إن أصيب بأذى، وهذا معقد جدا، لكنهم حققوا في السنوات الأخيرة بعض التقدم. نتابع. مارتينا عازفة كمان، وعملها يتطلب أن تقف على خشبة المسرح وتسافر باستمرار، وهي كثيرة الحركة، وبات من الصعب عليها العيش على هذا المنوال، فهي تعاني من آلام حادة في قدمها اليمنى. قبل 17 عاما همت مارتينا بالنزول من الدرج بسرعة فسقطت. اعوج قدمي كله إلى الداخل، وكان بإمكاني النظر إلى أخمس القدم. انكسر الكاحل الأيمن لمارتينا، ورغم أن الكسر عولج ببراغية طبية إلا أنها بدأت بعد ذلك تعاني من الآلام، فبسبب الحادث اختلت المسافة بين المفاصل وتآكل الغضروف بشكل كلي. إنها قصة نموذجية تبين كيف أن إصابات خفيفة يمكنها أن تتحول مع مضي سنين إلى حالات مستعصية كمرض تآكل الغضروف. تطور تآكل الغضروف لدى مارتينا فصارت تمشي على أطراف أصابعها، فنصحها المختصون بشد الكاحل، وهذا يخفف الآلام لكنه يحد من حركة القدم. لهذا نصحها الطبيب باستبدال مفصل الكاحل بآخر اصطناعي. إنه نموذج لمفصل اصطناعي، وعند فتحه جيدا يظهر عظم الكاحل بوضوح، كما يظهر المفصل البلاستيكي الذي ينزلق بين هذين الجزئين ليضمن حركة القدم. اليوم تحولت هذه العملية التي تستغرق ساعتين إلى روتين، وتحت مراقبة بالأشعة يدخل الطبيب المفصل الاصطناعي. بعد 6 أسابيع تمشي مارتينا بمساعدة حذاء طبي خاص يدعم عملية الشفاء. كانت الأيام الثلاث الأولى خطيرة، بعدها تحسن الوضع شيئا فشيئا إلى أن اختفى الألم تماما، فشعرت بما لم أشعر به منذ 20 عاما. التمارين الطبية بعد العلاج تساعد المريضة على استعادة قدرتها على المشي بدون عكاز.
والكثير من الخرافات عن العطاس، فعندما نعطس يقال أحيانا إن أحدا يفكر بنا، أو أن هذه العطسة تأتي شهادة على صحة ما قيل، وأحيانا يقال إنه يجب أن نطلب الرحمة كي لا تخرج الروح من الجسد أثناء العطاس. ولكن ما التفسير العلمي للعطاس؟ إليكم بعض الحقائق. العطاس مهم، ينظف الأنف من الجراثيم. العطاس حركة لا إرادية تنتج عن تهيش الغشاء المخاطي للأنف الذي يضم أعصابا دقيقة يصدر عنها رد فعل على الأجسام الغريبة كالغبار، ويسفر هذا التهيش عن إرسال دفعة عصبية تنطلق من الأنف لتمر عبر الحبل الشوكي وتستقر في مركز العطاس في الدماغ. إنها ردة فعل بالنسبة للجسم، وبقوة جامحة ينطلق من الرئتين انفجار هوائي تبلغ قوته نحو 160 كيلومترا في الساعة. وهناك من يعطس عند النظر إلى الضوء، وهو ما يطلق عليه العطاس الضوئي، وهو يصيب واحدا من كل 4. وعادة ما يكون الغشاء المخاطي للأنف لدى هؤلاء الأشخاص قريب جدا من العصب البصري، وإذا قام الضوء بتهيج العصب البصري فإن إشارة التهيج تصل أيضا إلى الغشاء المخاطي للأنف ثم إلى مركز العطاس. والنتيجة؟ العطاس الضوئي ليس أمرا خطيرا، لكن يفضل أن لا ينظر المعني بالأمر إلى الضوء. نهاية حلقة اليوم من برنامج صحتك بين يديك، وإلى أن نلتقي الأسبوع المقبل ابقوا بصحة جيدة.